خلينا نروح للزميل شريف شعبان من ارض الملعب. بدات الفرقتين يسخنوا قدامنا والزميل شريف شعبان معاه لقاء مهم جدا مع دكتور محمد سراج رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله الافريقيه. تحياتي ليك يا كابتن خالد ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. النجمه العشره يا اهلي، كل جماهير النادي الاهلي تتمنى باذن الله يكون البطوله دي وش الخير على النادي الاهلي ونوصل للنجمه العشره. معي طبعا رئيس اللجنه العليا الدكتور محمد سراج، بيقول لك اهلا بك على شاشه قناه النادي الاهلي، وتحدي الكابتن خالد العوضي ليك وضيوفه وكل مشاهدين النجمه العشره. جمهور النادي الاهلي بيمين نفسه بالنجمه العشره. الاول بقول لك شابوه على افتتاح امبارح، شغل الشباب ورانا على الشباب على طول، دايما الشباب تعمل اللي ما يتعملش. شابوه امبارح على شغل امبارح، مبروك الاول افتتاح امبارح الواو دوت. الحمد لله. لا والله شريف، الحمد لله. يعني تحياتي طبعا لكابتن خالد العودي وكل الساده الضيوف اللي معاه في الاستوديو. الحمد لله، يعني ربنا كرمنا على قد التعب الكبير اللي حصل في الفتره الماضيه من كل اللجان الحقيقه، يعني الشباب والناس اللي طبعا الخبرات الكبيره اللي في النادي اللي احنا بنعتز جدا بيها وليها ثقل في تنظيم البطولات من زمان. فالماسك ده حصل مظبوط، يعني ما بين الخبرات دي وما بين الشباب، وهو اللي قدر ان انت يطلع لك في الاخر يعني فكره مختلفه للحفله الحمد لله. ودي كانت برضو لجنه المراسم الافتتاح والختام، نحب نشكرهم يعني على هم ادوه وعملوه معانا امبارح. وده طبعا كان ليه تجهيزات وكان ليه ستوري بورد معموله وبروفات فالحمد لله الدنيا مشيت كويس. وبخلاف طبعا الحفله والشكل العام، الحمد لله برضو يعني البطوله ماشيه بشكل يعني ناجح في الناحيه التسويقيه كرعاه البطوله. الحمد لله يعني البطوله يعني متغطيه بشكل كويس. وبرضو احنا بنسعى في موضوع الجماهير كل يوم، يعني كان بدايه شويه امبارح طبعا عدد مش مرضي بالنسبه لنا طبعا، يعني جماهير النادي الاهلي احنا نفسنا نشوفهم طبعا اكتر من كده، بس احنا ماشيين بسيستم معين وبعتنا للناس، في ناس لحقت تيجي في ناس ما لحقتش تيجي. فبنواصل النهارده بنبعت للناس حسب الليست اللي جات لنا، ماشيين باسبقيه الحجز يعني. فحتى الناس اللي ما جاتش مثلا بنبعت للناس اللي بعديهم النهارده ان هم يجوا عشان الموضوع يبقى فير يعني، بنبعت من بس بحس ان احنا كل ان شاء الله يوم يبقى معانا زياده في العدد شويه ان شاء الله يعني. امبارح الحمد لله فوزنا 3-0 الحمد لله، باذن الله النهارده تكمل على بطل بوركينا باذن الله، نكسب النهارده كمان عليه عشان حلم بقى نوصل للنجم العشرة يا رب ان شاء الله. هو طبعا النجم العشرة يعني يبقى رقم قياسي كبير كرقم في دوري الابطال الافريقي يعني الكره الطايره سيدات، هم كده كده واخدين الرقم القياسي، بس كتسع بطولات ان شاء الله العشرة تبقى من نصيبهم وباذن الله تضاف لسجل بقى انجازاتهم وبطولاتهم في النادي وللنادي الاهلي كله يعني. الشباب تعمل اي حاجه؟ قول لي بقى، خلصنا من الافتتاح، الختام اخباره ايه؟ لا والله احنا الفكره كلها الختام عادي جدا، ما فيش اي حاجه، احنا مراسم عاديه لتسليم الكاس، يا رب يبقى من نصيبنا ميداليات وكده، هتبقى حاجه سيمبل خالص يعني. حتى احنا برضو عملنا الموضوع سيمبل امبارح يعني، بس وكان في الحمد لله يعني انطباعات الناس جت جيده. لسه حتى انا يعني كنت قاعد مع رئيس البعثه بتاعت نادي قرطاج، وبرده كان معانا مدام هويده في المدير التنفيذي الاتحاد الافريقي، والحمد لله هم الاثنين اشادوا جدا يعني يمكن باللي حصل. وهو حتى يعني رئيس بعثه قرطاج قال لي انت صعبت الدنيا علينا، يعني صعبت الدنيا علينا في تونس ان احنا لو جينا نظمنا حاجه بالشكل ده. فالحمد لله النادي الاهلي ده العادي يعني، احنا ما عملناش انجاز يعني، هو النادي الاهلي ده العادي، ان انت دايما النادي الاهلي هو بيبقى ليه الاولويه او الاسبقيه او الرياده كافريقيا يعني، والحمد لله في مصاف الانديه العالميه كمان في بقى بطولات في تنظيم، فده الطبيعي يعني، احنا ما عملناش حاجه غريبه يعني. دكتور بالتوفيق وباذن الله تكون بطوله ناجحه، وباذن الله تكون وش الخير عليك طبعا شخصيا، وباذن الله تعمل حاجه واو كالعاده يعني. شكرا.